مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكبة النية. عنا الكمونة، خلطة الكمونة عملتها انا وياكم سابقا. عنا كوب مي، بدي استعمل مي شوي، وعنا لحمة مدقوقة ناعم بهيدا الشكل منجيبها من عند اللحام، وكمان عنا نص ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط الكمونة بالجات، كمان بحط اللحمة، الملح، شوي مي شي خفيف، وبخلطهم مع بعض. بسم الله. كمان بزيد شي خفيف مي، انتهينا من خلط الكبة الناية. هلأ منحطها بصحن. أكيد بعملها بهيدي الطريقة إذا حبينا. في كذا طريقة للكبة، بس أنا رح أعمل هيدي الطريقة. كمان بحط زيت زيتون، زيت الزيتون حسب الرغبة. هيدي الكبة النية اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.